دوري بلس يقدم دوري عبد اللطيف جميل، إليكم أفضل تصديات الجولة. يظهر لك الآن ظهور لعناب ستير في انفراد خاص، انفراد جول 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 جول. أوه السافر كيف يتحسر على هذه الكرة؟ من اللي ضيعها؟ من اللي ضيعها؟ باردال شوف 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 شوف، انفراد تام أضاع البرازيلي باردال، منفرد البرازيلي ضيع فرصة جول مهم لل. من يحركها الآن بتحريكه للشباك إدواردو، ينطلق إدواردو، مستحيل ناصر يا رب، الكرة إلى خارج، لكن شوف الوانتوم، شوف إدواردو، الله على مروره قوية، فهد الله على التصدي، يا سلام يا سلام. أمين بوبا الكرات الثابتة سجل في مباراة الله. وهذا الكلام المفيد يا محمد العويس، هذا الكلام المفيد، هذا الكلام الصريح يا الله. لما قال محمد العيا الأسطورة، أنت الحارس الأول حتى الآن بكل ما تقدمه. محمد أبا قصيرة إلى فدفة يحاول بالحل الفردي، مرة الله عليك يتقدم يرسل الكرة يا رب. اللاعب يبين لاعب فدفة حرك المجانين، حرك المجانين. هل يظهر في هذا الوقت؟ هل يكون هو صانع الفارق؟ هل يهدف من ضربة حرة مباشرة منذ إعلان دوري المحترفين؟ كرة الآن في استلام ماسينا، سجل في برازيل القصيم. شوف اللقطة، شوف التسديدة، شوف الاستلام من واحدة وتسديدة من واحدة من جلبرتو ماسينا. عمل كبير، مباراة كبيرة في وسط هذا الهدوء، في وسط هذه القفلة، كاد أن يحضر ماسينا ليذكر.